إلى إدارة الحالات التحكيمية. كابتن جمال مساء الخير. كابتن وحالات محمد، التحكيمية حبيب قلبي، عندنا في هذه المباراة حالة واحدة بس، وهي حالة إلغاء ركلة الجزاء من قبل الفار احتسبها حكم المباراة. هنشوف مين فيهم اللي صاحب القرار الصحيح. هنشوف هنا التدخل وسقوط اللاعب والحكم يحتسب، ثم نرى اللعبة ونشوف دايما نفس القاعدة اللي ماشيين عليها كابتن خالد، هل المدافع وصل للكرة ولا لا؟ نرجع للقطة دي ونشوف المدافع وصل للكرة، أكيد هيحصل اصطدام بعد كده، وبالتالي هذا الاصطدام هو استكمال للعبة عادية، التحام ليس به خطأ، ولكن المهم في هذه الحالة ضربة جزاء ولا لا يا كابتن؟ لعب الكرة تم من رقم 6، إذا لا توجد ركلة جزاء، قرار الفار صحيح بإلغاء احتساب ركلة الجزاء. لا توجد ركلة، فيها هذه حالة واحدة بس يا كابتن، ها؟ هي هذه.